Good afternoon girls, how are you? بنات راح أعلّلكم هسّا هذا التمرين اللي طلبتم مني حلو البيحة. Match the sentences beginnings and endings, then write full sentences putting the verbs in the correct tense. كنا عطاكم هاي الجمل وكنا عطاكم نهايات للجملة. واللي نعمله إنه نطابق هذول الجمل مع النهاية فقط، نرجع نكتب هذه اللي بين قوسين بالصيغة الصحيحة. أوكي بنات، فإحنا ما زاد ما كن حددنا، راح أتبع لكم كل التأحللكم بالماضي البسيط، ولو هي يعني نحولها ماضي بسيط حتى نعمله وشز بصيغة المضارع. أشني هي بنات الوشز بصيغة المضارع؟ أش كانت؟ كانت عندنا وش أو if only زائدا إيش بنات؟ زائدا ماضي بسيط، حتى إيش؟ حتى نعمله أمنية بصيغة المضارع. أوكي بنات، هي كل ما يتحولون غير هاي الحالات. فراح ناخذ أول جملة. أول جملة بنات محلولي اللي هي Do you wish you be still on holiday؟ be أش نحولها بنات؟ be هي مجردة، راح نحولها إلى where. أوكي بنات، لأن هي الفعل الماضي مال be راح يكون إما was أو where، وإحنا نحتاجها بالماضي فراح ناخذها where. أوكي بنات، ثانيا I wish I know، ناخذ معاها دي her name. إذن I wish I، الماضي البسيط ما know أشنو؟ new. الماضي البسيط ما know هو new. new إيش بنات؟ new تكملة الجملة، راح نأخذها من الساف الآخر اللي هي her name. أوكي بنات، ثالثا my grandmother wishes she إيش بنات؟ راح نأخذ معاها she couldn't wear glasses. أوكي، my grandmother wishes لا تتمنى انه تسوق بنات. B my grandmother wishes she ايش بنات؟ الكود نحولها الى الماضي البسيط، الماضي مال كود هو ماضي مال كان هي كود. كود ايش بنات؟ كود درايف. اوكي، سلوى wishes she not wear ايش بنات؟ glasses. اذا هاي راح نحولها على الماضي البسيط. سلوى wishes ايش تتمنى؟ she not have. اذا النوت بس نحط له did، راح يصير didn't have وتكملوها to wear glasses. اوكي، نمبر 5 they wishes ايش تتمنوا بنات؟ they wishes they الهاف ايش تصير بنات؟ الماضي مال هاف هاد، a bigger ايش بنات؟ bigger house. مجرد حولنا الهاف الى الماضي البسيط. حليم wishes هي الليف، الماضي البسيط مال ليف اشنو بنات؟ الماضي البسيط مال ليف هو lived. اوكي، lived وين بنات؟ near the sea، بقرب البحر، near the sea. اوكي بنات، اذا الجملة حولنا الجمل كلها الى الماضي البسيط. طبعا بنات بالامتحان انا احدد لكم ايش تحولون، يعني ما راح اخلي لكم اياها هكذا غامضة، اما اعطيكم الامنية اللي تحولوا لي هي او الزمن اللي حدد لكم. اذا قلت لكم مثلا in the future تعفون بالمستقبل، اذا اكو ظرف now تعفون يعني أمنية بالمضارع. إذا الشيء بينو على الماضي مثلا إنه شيف بينو معنى إنه فات الأوان، راح تعرفون إنه التحويل راح يكون إلى الأمنية بزمن الماضي يعني الندم. أوكي بنات، إذا Do you wish you were still on holiday؟ محلولي I wish I knew her name. My grandmother she my grandmother بنات هون عندنا wishes she could drive. سلوى wishes she didn't have to wear a uniform. They wishes they had a bigger house. حليم wishes he lived near the sea. اوكي بنات، هذا التمرين مثل ما قلت لكم ما حليت لكم هو لانه ما بينه اي تحديد، وانا من احل لكم اريد اعطيكم التحديد حتى ما تتخربطون. اوكي okay؟